لاعب نادي النصر خليفة مبارك هو اللي كان في احتكاك ما بينه وما بين المعز، ثم بعد ذلك الكرة تعود في الجانب المقابل، وصلت إلى أكرم عفيف، أكرم الآن يسدد، عفيف هذا ثقيل، هذا ما هو بخفيف، يسجل يضرب بالدقائق الأولى ويضع العنابي في المقدمة، أفضل لاعب في آسيا، أفضل لاعب في آسيا، ويلعب يا عنابي وجمهورك يردد، أوه العب يا عنابي وهز المدرج، العب ولعبك فن والخصم منك جن، الخصم منك جن، جننوهم جننوهم، خبلوهم خبلوهم، هدف المباراة الأول يأتي وبأقدام أفضل لاعب في آسيا، بأقدام أفضل لاعب في آسيا، لا 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 الله 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 يا أكرم، الله الله يا أكرم، وما في أكرم منك يا عفيف، ما في أكرم منك يا عفيف، لا يضع قدما خارج أو بعيد عن الخط، التقدم من أكرم لجائزة أفضل لاعب في آسيا، بجائزة أفضل لاعب في آسيا، بحافز كبير أمام الأنصار، أمام الجمهور، أمام الناس، أمام العالم، بأعلى صوت عنابي، بأعلى صوت عنابي، بأعلى صوت عنابي، إما قطر فوق، إما قطر فوق، فوق 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 فوق، هدف الثاني يأتي عن طريق أكرم، مرة أخرى أكرم يسجل ويضع كرة في شباك الشمسي من علامة الجزاء، من علامة الجزاء، هي هي يا أكرم، الله 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 الله، بأقدام أفضل لاعب في آسيا، بأقدام أفضل لاعب في آسيا وفي شباك أفضل منتخباتها، يسجل أكرم الآن ليتقدم العيد لكرة القدم الإماراتية متجاوزا عدنان ومتجاوزا فهد خميس، سعد يلعب كرة، جول جول جول، ما بدأ بالشكل المطلوب، يبدأ من خلالها محاولة في الجانب الآخر، تعود مرتدة مرة أخرى لمصلحة العنابي الآن، كرة تصل إلى من؟ إلى اللاعب اللي هو معز في منطقة الجزاء، المعز يسقط الكرة، الثالث من حسن، حسن الهيدوس يسجل الهدف الثالث ويضع كرة في شباك محمد، ثالث أهداف العنابي، ثالث أهداف العنابي عن طريق الكابيتانو، عن طريق القائد، يضرب كرة في شباك الشمسي ويهز شباك الإمارات بثالث أهداف العنابي، سجل يا حسن، حلوة يا حسن، رائع يا حسن، لعيب يا حسن، الله عليك يا حسن، وصلت بأقدام المعز، مر المعز، بعد ذلك إلى الهيدوس، الهيدوس 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 الهيدوس، يسجل ويعلن عن ثالث الأهداف من جديد ما بين الأقدام، وفي شباك الأبيض الإماراتي يأتي ثالث الأهداف، اسلم وتسقية، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإماراتي ملعوبة في منطقة الجزاء، مرت في المرة الأولى، عادت بعد ذلك، خلالها أداء كبيرا جدا بالنسبة لمنتخب قطر والإمارات، الرابع عوايد ما هي بجدايد، الرابع للعنابي يختتم من خلاله سيمفونية الإبداع وينهي الأمور، خلاص 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 خلاص، تنتهي الأمور بالهدف الرابع لمصلحة العنابي، مين مين يبدو أبو علام، ولأبو علام بصمة، لأبو علام بصمة، ولأبو علام بصمة، صافرة النهاية إذا
الآن يطلقها حكم المواجهة الياباني ساتورياجي ليعلن نهاية أحداث اللقاء بتفوق المنتخب القطري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أو بأربعة أهداف مقابل هدفين من خلال أحداث هذه المواجهة. هذا الحضور الجماهيري الكبير يستحق التحية والتقدير. فضاء الكون فيه لنا دروب، وهذا البحر ليس له جدار. نفذنا في الدنا جوا وبحرا، وفي كل البقاع لنا انتشار. يا قطر لو سألنا عن مكانك. شوميلة يم الهدب راعي الحدب شوميلة، شيخ تنوم سلابته وقفاته. شوميلة يم الهدب راعي الحدب شوميلة، شيخ تنوم سلابته لابته.